السلام عليكم ورحمة الله. هنستكمل دروس القراءة للصف الثاني الإعدادي. خدنا الدرس الأول قبل كده كبرياء طفل، هنكمل الدرس الثاني بعنوان لو أنني ضابط شرطة، يعني نتعرف من خلال هذا الدرس على مهام ضابط الشرطة وماذا ينبغي عليه أن يفعل. من خلال قصة باختصار، إن الأستاذ أحمد معود التلاميذ كل يوم خميس ان هو بيعمل البرلمان الاسبوعي، البرلمان اللي هو اجتماع، والاجتماع دوت مسميه من اجل مصر، ومتعود كل يوم خميس ان يكون فيه مفاجأة، والمفاجأة المرة دي ان هو اخرج من جيبه عدة اوراق صغيرة، والاوراق ديت مطوية وملفوفة ومكتوب في كل ورقة طبعا وظيفة مقترحة، زي مهنة مثلا طبيب، مهنة ضابط شرطة، كذا عدد من المهن. مفروض كل طالب هيسحب ورقة ويبدأ يجاوب عن السؤال المكتوب في الورقة، وبعد كده زملائه بيسألوه عن نفس الوظيفة اللي هو وجد عنها سؤال في الورقة. دي قصة باختصار. تعال نقرأ الدرس مع بعض. الفقرة الأولى، دخل الأستاذ أحمد إلى الفصل، هيا تلاميذ مبتسما. رد التلاميذ التحية بابتسامة أكبر. قال الأستاذ، أعرف سر ابتسامتكم هذه، فاليوم الخميس موعد انعقاد برلمان الفصل الأسبوعي من أجل مصر، يبقى نسمي البرلمان من أجل مصر، وقد أعددت لكم مفاجأة رائعة. ثم أخرج من جيبه عدة وريقات صغيرة مطوية قائلا، ها هي. ثم أضاف، سوف تجدون في كل ورقة منها وظيفة مقترحة، وسيقوم أحدكم باختيار ورقة ثم يجيب عن السؤال المدون والمكتوب عليها، وعن أي أسئلة يلقيها عليه زملاؤه بخصوص هذه الوظيفة. من منكم يحب أن يبدأ؟ يبقى قصة بتحكي ان الاستاذ احمد بيدخل يلقي تحية الاسلام، وكيف حيا التلاميذ مبتسما، ورد عليه التلاميذ بابتسامة اكبر عشان هم عارفين ان بيبقى فيه مفاجأة يوم الخميس. طيب، ما اسم برلمان الفصل؟ اكتر سؤال بيتكرر في الامتحانات، مسمين الاجتماع اللي بيعملوه كل خميس بعنوان من اجل مصر، ومتى يعقد؟ يوم الخميس من كل اسبوع. ما المفاجأة التي أعدها الأستاذ أحمد لتلاميذه؟ أخرج من جيبه عدة وريقات وأوراق صغيرة مطوية وملفوفة، وفي كل ورقة وظيفة مقترحة، ثم يقوم أحد التلاميذ باختيار ورقة ويجيب عن السؤال المكتوب فيها، وعن الأسئلة التي يلقي عليه زملائه بخصوص هذه الوظيفة. هي دي المفاجأة، يا ترى مين اللي هيسحب أول ورقة؟ قبل ما ندخل على الفقرة الثانية نشوف المعاني اللي قابلتنا. حيا تلاميذ، أي قدم التحية، وطبعا التحية أي السلام وجمعها التحيات. حياهم مبتسما، مبتسما أي ضاحكا بدون صوت. هناك فرق بين الضحك والابتسامة، الابتسامة بدون صوت، وعكس مبتسما عابسا، عكس مبتسما عابسا. أعرف سر ابتسامتكم، أعرف سبب ابتسامتكم، يبقى سر سبب، وجمع سر أسرار. اليوم موعد انعقاد أي الاجتماع، اجتماع وعكسها انفضاض وتفرق، انفضاض وتفرق. طبعا برلمان زي مجلس الشعب، هو مجلس للتشريع وسن القوانين، وجمعها برلمانات. أعددت لكم مفاجأة، جهزت وهيأت. مفاجأة أمر غير متوقع وعكسها توقع، وجمعها مفاجآت. طبعا مكتوب في كل وريقة، طبعا عدة وريقات، وريقات أي أوراق صغيرة، ومفردها وريقة، مفردها وريقة. وكانت هذه الوريقات مطوية، مطوية أي مل فوفة، المعنى ده مهم، وعكسها مبسوطة ومنشورة. يعني مبسوطة يعني بسطة يدي زي فرد الإيد كده مفرودة يعني، وجمع مطوية مطويات.
طبعا بنلاقي في كل وريقة وظيفة أي عمل، وجمع وظيفة وظائف. أحدكم سيختار الورقة، أحد بتيجي للمذكر أقول أحد الطلاب، أما المؤنث إحدى أقول إحدى الطالبات، وجمع أحد أحد. وطبعا يجاوب عن السؤال المدون عليها أي المكتوب والمسجل، المكتوب والمسجل، وعكسها الممحو. شوف الفقرة الثانية مين اللي اختار الورقة. وقع اختيارنا على زميلنا مصطفى ليكون أول من يتخذ مهنة من المهن المقترحة. سحب واختار مصطفى ورقة فإذا فيها السؤال الثاني. يا ترى إيه السؤال؟ لو أنك ضابط شرطة ماذا ينبغي وماذا يجب عليك أن تفعل؟ صمت وسكت مصطفى برهة، يعني فترة زمنية قليلة، ثم بدأ كلامه قائلا: لو أنني ضابط شرطة. ده أهم حاجة، أهم سؤال، إيه مهام ضابط الشرطة؟ هيعمل أربع حاجات: لجعلت الناس كلهم سواء أمام القانون، متساوون بلا تفرقة أو تمييز، أرد وأرجع وأعيد الحقوق لأصحابها، أضبط من يقترفون ويرتكبون الجرائم، وأحاول منع حدوث الجريمة بقدر استطاعتي. يبقى الجزء ده من وقع عليه الاختيار؟ من اللي اختار اللي عليه الدور؟ مصطفى. طب إيه الوظيفة اللي لقاها في الورقة؟ وظيفة ضابط شرطة. ما السؤال الذي وجده؟ لو أنك ضابط شرطة ماذا ينبغي ويجب عليك أن تفعل؟ مصطفى هيجاوب في أربع مهام لضابط الشرطة. السؤال ده مهم جدا وبيتكرر في الامتحانات. أول مهمة: المساواة بين الناس أمام القانون بلا تفرقة، كل الناس تكون سواسية كما ذكر في أحاديث الرسول، أن يرد الحقوق لأصحابها، 3 يضبط مرتكب الجرائم، 4 يحاول منع حدوث الجرائم قدر استطاعته. السؤال ده مهم جدا. بعد ما عرفنا مهام ضابط الشرطة، شوف المعاني معانا: مهنة أي عمل ووظيفة، وعكسها البطالة، يعني محد يكونش فيه عمل وما فيش شغل، وجمع مهنة مهن. ماذا ينبغي أي ماذا يجب عليك أن تفعل؟ صمت أي سكت، وعكسها تكلم. برهة فترة قليلة من الزمن، وجمعها بره، فترة قليلة من الزمن وجمعها بره. طبعا هيجعل الناس سواء أي متساوون، وعكسها متفاوتون وجمعها أسواء، ويجب أن يعاملهم بدون تفرقة أو تمييز. تمييز أي تفضيل حد على حد أو التفرقة، فتمييز تفرقة وعكسها مساواة. وأرد الحقوق أي أعيد وأرجع، وعكسها إيه؟ آخذ الحقوق. يبقى أرد الحقوق، أعيد الحقوق وأرجعها، وعكسها أخذها. ومفرد الحقوق الحق. وأضبط من يقترفون ويرتكبون الجرائم، المعنى ده مهم، أول مرة نسمع اللفظ ده، يقترفون يرتكبون، وعكسها يجتنبون ويبتعدون، يجتنبون ويبتعدون. مفرد الجرائم الجريمة، طب جمع الجريمة الجرائم، طبعا هيحاول منعها بقدر استطاعته بمقدار تمكني وقدرتي، وعكسها عجزي، وجمع قدر أقدار. بعد ما مصطفى قدر يجاوب على سؤال المعلم، هيبدأ زملائه يلقوا عليه الأسئلة. أول زميل محمد فسأله: وإذا مثل أي وقف أمامك متهم، فما موقفك يا مصطفى؟ أجاب مصطفى: المتهم بريء حتى تثبت إدانته، يعني حتى يثبت اتهامه، وإذا ثبتت إدانته واتهامه فهو يستحق معاملة طيبة لأنه إنسان، وعلى المجتمع أن يأخذ حقه دون تجاوز أو قسوة. ده كده سؤال محمد. أيمن كمان سأل سؤال: وهل تعامل الجمهور باستعلاء وتكبر؟ أجاب مصطفى بسرعة وبدون تفكير، طبعا التكبر صفة سيئة، فقال: كلا كلا، أي أرفض، يعني أبدا لا أعاملهم بالتكبر، لقد ساقتني وقادتني ظروف عملي إلى أن أرعى شؤون الناس الذين يحتاجون إلي،
فأنا لا أرضى أن يعاملني أحد بجفاء وتكبر، وما لا أرضاه لنفسي لا أقبله لغيري، لذا فأنني سأعامل الجمهور بكل احترام وتقدير. إجابات عظيمة. يبقى إيه الدور الذي يقوم به ضابط الشرطة مع المتهم في قضية؟ لو أمامك متهم هتعمل إيه؟ مصطفى قال المتهم بريء حتى تثبت إدانته واتهامه، وإذا ثبتت إدانته واتهامه فهو يستحق معاملة طيبة لأنه إنسان. واجب المجتمع نحو المتهم يأخذ حقه من المتهم إذا ثبتت إدانته واتهامه، بس بدون تجاوز أو قسوة أو غلظة. وكيف يعامل بقى ضابط الشرطة الجمهور ويعامل الناس إزاي؟ بكل احترام وتقدير وبدون جفاء وتكبر، ويراعي شؤونهم. يبقى كده مصطفى جاوب على 3 أسئلة. سؤال المعلم وهو أهم سؤال في الامتحان اللي هي مهام ضابط الشرطة، الـ4 إجابات. جاوب على سؤال زميله محمد، إذا وقف أمامك متهم هتعمل معاه إيه؟ وعرفنا واجب المجتمع نحو المتهم. وفي الآخر جاوب على مصطفى إزاي ضابط الشرطة يعامل الناس. شوف المعاني معنى دوت تكرر قبل كده بس كان اسم المثول، كانت الوقوف أمام الخديوي، لكن هنا مثل أمامك أي وقف أمامك، مثل أمامك وقف أمامك. متهم مذنب وعكسها بريء. طب وبريء خالي من التهم، أنا بريء أي خالي من التهم، عكسها مذنب أو متهم. يبقى متهم عكسها بريء، وبريء عكسها متهم، كلمتين بينهما تضاد. طب جمع بريء، عندي 5 إجابات، لو جالي أكمل أكتب واحدة بس أعرفهم عشان لو جالي في الاختيارات. جمع بريء براء، براء، أبراء، أبرياء، وبراء، براء. طبعا حتى تثبت إدانته أي تتأكد إن هو مدان، وعكسها تنفى. إدانته ده معنى مهم أي اتهامه، وعكسها براءته، الإدانة الاتهام وعكسها البراءة. وطبعا لازم أخد حقي بس بدون تجاوز أي مبالغة، وعكسها اعتدال، وبدون قسوة أي غلظة وشدة، وعكسها رحمة وعطف. طبعا لما أعامل الجمهور والناس أعاملهم، طبعا هل أعاملهم باستعلاء؟ لا طبعا، استعلاء تعالي وتكبر، استعلاء تعالي وتكبر، وعكسها التواضع، والتكبر التجبر والتعظم، وعكسها التواضع. طبعا جاوب مصطفى وقال كلا، كلا ده حرف للنفي بمعنى لا، أبدا لا أعاملهم بتكبر، لا أو أبدا. لقد ساقتني ظروف عملي، لقد قادتني، ساقتني أن أنا أسوق يعني القيادة. أن أرعى شؤونهم يعني أحافظ على شؤونهم، وعكسها أهمل. وشؤونهم أي الأمور والأحوال مفردها شأن. يعاملهم بإيه؟ هل يعاملهم بجفاء؟ لا، الجفاء هي الغلظة والإعراض، وعكسها المودة واللطف. المودة واللطف، يبقى القسوة غلظة والجفاء غلظة. وطبعا لازم يعاملهم بتقدير أي احترام وتكريم، وعكسها تحقير. شوف آخر حاجة، بعد ما جاوب على الأسئلة العظيمة هيبدأ أعضاء البرلمان يشكروه ويقدروه، أصحابه يسقفوله. صفق أعضاء البرلمان لمصطفى على إجابة على الإجابات، وابتسم الأستاذ أحمد وقال لقد أحسنت التعبير عن قيامك بوظيفة ضابط شرطة بصورة مشرفة. ثم التفت إلينا قائلا وأنتم أيها الأعضاء لقد كانت أسئلتكم واعية وممتازة، إنني أشكركم جميعا. وأعلن نهاية جلستنا اليوم، أعلن عن نهاية الجلسة. وبينما نحن نغادر الفصل ونترك الفصل، قالت إيمان وهي تحيي مصطفى كل شيء على ما يرام يا حضرة الضابط، فضحكنا جميعا وعلت وظهرت الابتسامة على وجوهنا. يبقى آخر جزئية، إيه موقف أعضاء البرلمان من إجاباته؟ أصحابه صفق أعضاء البرلمان إعجابا بإجاباته، وعلق الأستاذ أحمد على أدائه وقال له لقد أحسنت
التعبير عن قيامك بوظيفة ضابط شرطة بصورة مشرفة، وقال لأعضاء البرلمان: وأنتم أيها الأعضاء كانت أسئلتكم واعية ممتازة، إنني أشكركم جميعا. وطبعا الجميع ضحكوا لأن إيمان عملت إيه؟ إيمان قالت وهي تحيي مصطفى: كل شيء على ما يرام يا حضرة الضابط. حاجة طبعا مضحكة. أعضاء البرلمان أي أفراد، مفردها عضو، أحسن أجدت وأتقنت وعكسها أسأت. طب هو قدر يعبر بصورة مشرفة يعني صورة عظيمة وعكسها مسيئة، وكانوا بيجاوبوا بأسئلة واعية يعني فاهمة، واعية فاهمة. وطبعا نغادر الفصل أي نترك الفصل، وكل شيء على ما يرام أي ما يطلب وما يراد، ما يطلب وما يراد. وعلت الابتسامة ظهرت على الوجوه وعكسها اختفت، وجمع البسمة البسة مات. آخر حاجة باختصار اللي استفدناه من الدرس: الصورة المثلى لضابط الشرطة. عندي 6 إجابات. أحسن صورة يكون عليها هو دوره إيه؟ المساواة بين الناس أمام القانون بلا تفرقة، رد الحقوق لأصحابها، ضبط مرتكبي الجرائم، محاولة منع حدوث الجرائم بقدر الاستطاعة، يعامل المتهمين معاملة طيبة، يعامل الناس بكل احترام وتقدير، ويراعي شؤونهم، وطبعا لا يعاملهم بتكبر وجفاء. آخر حاجة هطلب منكم بعد ما فهمنا الدرس تحلوا الواجب البوكلت صف 6. هستنى إجاباتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.